وأول ما بعث صلى الله عليه وسلم وجاءه جبريل في غار حراء وخاف منه ورجع إلى خديجة ترعد فرائصه، أخذته إلى ورقة ابن نوفل فقال له: ورقة حدثني يا ابن أخي ما الذي رأيت؟ فذكر له ما رأى، فقال له ورقة: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو مخرجيهم يطردوني من بلدي؟ أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء رجل بمثل الذي جئت به إلا عودي. هذه سنة الله في خلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مستحضر هذا الأمر وينتظر هذا الإيذاء منه، لكن لا يدري متى. ولذا نبه الله تبارك وتعالى إلى ذلك، أنك ستكذب كما كذب الرسل. وقال له ورقة: ما جاء رجل بمثل الذي جئت به إلا عودي، ستعادى من قومك. وهنا الله تبارك وتعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي، لست أنت فقط، لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن.